السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متتبعي عزيزينا، أتمنى تكونوا بخير على خير. الحمد لله على أمطار الخير، الله يزيدنا من فضله. الحمد لله الشتاء قاص يعني تقريبا جميع أنحاء المغرب. هانتوما جبنا لكم اليوم المليح اللهم بارك، الفلسطين الاختيار الأول بريمير شوال اللهم بارك. كما كتشوفوا الدرع مفروق، الجودة عالية، كاينين جوج ثنيات عندهم عجلة وحدة رباعية عندها عجل. هانتوما السلعة ديال مينيموم المينيموم عا تعطيك 28 30، هذا يعني اقل حاجه اللهم بارك. اللي بغاهم راهم متواجدين في النواحي الدار البيضاء قريب المطار ديال محمد الخامس. هانتوما عاود كاين هذا الموبيليار اللهم بارك، عاود سلعه زوينه كاينين يعني. هانتوما خليكم مع التحركات وانت اللهم بارك. الموبيليار اخرى كاينه وحده والده اجل الموبيليار، وكاينين اخرين يعني دارين بالبلجيكي فواحد 8 شهور، كاينه وحده رباعيه وحده سداسيه وحده ثنيه اللهم بارك. الخير موجود، اللي بغى شي حاجه مرحبا. طب السلعه المليح بالنسبه للهوشطين يعني السيد كيطلب فيهم ثمن ثابت، يعني اخر ثمن طالب فيهم يعني 540 ألف، 27 ألف درهم. هذا الموبيليار طالب فيهم 28 ألف درهم. بالنسبه للحليب الهادي اللي والده يعني راه كتعطي قال 27 يترو الفوق، هادشي يلاه والده شي 10 ايام 27 ديالها كاينه اللهم بارك. سلعه زوينه، اللي بغاها يتواصل معاها. الرقم ديالنا هو 0616 30 58 13، اللي بغا يبيع شي سلعه يكفي انه يتواصل معنا في الواتساب، حنا ديما كنكونوا في الواتساب يعني بلا ما تتصل الانسان يصيفط لي فيديو، حيت ديما كنكونوا تقريبا مشغولين يعني ما كنقدروش نجاوبوا على لي زابيل. ها انتما ها العجل الموبيليار كما كتشوفوا اللهم بارك زوين كما شفتوا العجل زوين. ها الامهات ديالهم اللهم بارك، سلعه نقيه. وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك الا عجبكم المحتوى. اللي باغي يبيع شي سلعه راني ديجا قلت لكم النمره ديالي يعني راه ذكرتها سابقا. ها انتما اللهم بارك قلت لكم الثمن يعني 27 ألف درهم الهوشتاين والموبيليا 28 ألف درهم، يعني راه كدي الطب ديال المليح، سلعه معزوله. نقول لكم يا الله الى حلقه قادمه ان شاء الله، واللي بغى السلعه هي هذه مرحبا بكم. اللي باغي الجوده والمليح مرحبا به، كيف قلت لكم المكان يعني قريب المطار محمد الخامس من واحد الدار البيضاء. الدار البيضاء يا الله، تبارك الله عليكم. الى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.